كابتن شبه فضيل يعني اهتم بالمعايشه الخارجيه، كان ليك معايشه مهمه في هولندا مع احد الانديه هناك في هولندا لاكتساب الخبرات، عايزين نتكلم عنها برضو باستفاضه. يمكن انا اول ما خلاص قررت ان انا ابطل كوره، فانا انت عارف الكوره احنا بنعشقها وبنحبها يعني. فكان قدامي حاجتين، يا اشتغل في التحليل والبرامج الرياضيه ده كده كده موجود مش هيروح، انما التدريب ده اللي لازم يجي. هيجي بايه بقى؟ لازم تطور نفسك، ما لازم تتعلم، مش هعتمد على ان انا لعيب خبره ولعيب دولي ولعيب لعبت في اكبر نادي في مصر النادي الاهلي ولعبت شويه في الاسماعيلي فاخد خبراتي اللي اكتسبتها قبل كده، لا لازم اشتغل على نفسي واتعلم. فاول ما بدات اخش في مجال التدريب قلت لا خلاص، كان في قدامي يمكن انا فتره اسامه لما انت كنت في المانيا وفي بايرن ميونخ، لما عملت انت معايشه قبل كده مع بايرن ميونخ انا كلمتك على طول لو تفتكر، قلت لك انا عايز اروح اعمل معايشه في بايرن ميونخ. انا بعدها على طول يمكن تواصلت مع ناس هناك ورحت على اياكس الهولندي، لان هي اول مدرسه او اعلى مدرسه في قطاعات الناشئين على مستوى العالم هي اياكس الهولندي. المدرسه الهولنديه معروفه اياكس بالذات يعني. فالحمد لله يمكن انا اتجهت على طول، يمكن انا هنا كان ده السكن تيم كان بيلعب مباراه على طول يمكن الصغر دي وكنت انا موجود بتابع، وكان الملعب المجاور الناحيه الثانيه ده القطاع كله بقى الكامل بتاع الملاعب الصغيره بتاعه الاشبال والبراعم زينا بالظبط. استفدت من ناس استفاده كبيره. هي بص الصور دي يمكن ده جوه النادي دي وادي الاشبال الصغيرين اللي هناك كانوا في دول اولاد اياكس والهولندي، وانا هناك الصور دي كلها وانا موجود. كانت في مباراه موجوده ده السكن ديم بتاع اياكس كان بيلعب المباراه دي على الملعب اللي ورا ده على طول، وده الملعب اياكس هو اللي في الوش على طول الناحيه الثانيه دي. فالحمد لله يمكن انا قعدت لي حوالي 15 يوم هناك دايما مستمر هناك، كنت بعيش معاهم اليوم من اوله لاخره، دايما اخد اليوم من اوله لاخره كويس، اعيش الاجواء، اعيش ازاي بياكلوا بيتمرنوا ازاي بيتصرفوا ازاي التعامل طريقه التعامل. طبعا في اختلاف كبير، يمكن الحمد لله يمكن النادي الاهلي دايما سباق غير اي حد، بدليل موجود مستر مايكل مدير فني اجنبي معانا، دي البدايه الحقيقيه. ازاي عايز تنجح فلازم تطور من نفسك. يمكن النادي الاهلي اول ما جاب الراجل قال النادي الاهلي هنا فيه امكانيات اكبر من اوروبا، والله العظيم يا راجل قاعد منبهر بالامكانيات الموجوده البشريه. استفدتوا فعلا من مدير فني اجنبي؟ ده حقيقي، ده في محاضرات واحنا بنعرضها بيبقى في محاضرات مع المدربين كمان غير اللاعبين. المدربين احنا لينا محاضرات خاصه، كل المدربين لازم اجتماع اسبوعي، محاضرتين اسبوعي للمدربين بس كويس، المدربين البراعم، مدربين الناشئين لوحده، مدربين البراعم احنا القطاع وهم البراعم الصغيرين لوحدهم واحنا لوحدنا، وبعد كده بياخد اللاعبين مع المدرب، كل فرقه معاها المدرب بتاعها، كل فرقه معاها المدرب بتاعها بالجهاز كامل، وبعد كده في محاضرات طبيه كويس لوحدها وفي محاضرات تحكيميه لوحدها. فالحمد لله السيستم على اعلى مستوى. يمكن انا ده اللي انا عشته هناك الحمد لله كله موجود لما كنت في اياكس، كل ده الحمد لله الشغل ده عاملينه، وان شاء الله اول بس موضوع كورونا ده يهدى شويه هيبقى في واحده تانية ان شاء الله قريب ان شاء الله.